السلام عليكم متتبعين قناه الطبخ مع عزيز العبدي، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال كيف ديما. كنشكر جميع الاخوان والاخوات من ارض الوطن وخارج ارض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم مع القناه. الله يحفظكم والله يكبر بكم والله يضمنكم والله ييسر امركم كاملين. رمضان كريم ان شاء الله بالصحه والسلامه بالهنا بطول العمر. مرحبا بكم كاملين وشكرا على الكلام الطيب وعلى التتبع الدائم ديالكم مع القناه وعلى البارطاج. الله يحفظكم والله ينصركم والله ينقي الشوك من طريقكم، الله يدير لكم طريق في الدار. العبد يبغاكم كيف الورده ما بين الجبال، اللي ما تدبل ما تكره، ما تكرم ما تدبل. مرحبا بكم كاملين. رمضان ان شاء الله على الابواب. اليوم السوق باكم العبد يجي يتسوق على وليداتو على قد الحال. كاينش التبذير، كاينش التحضيرات. انا ما ضامن عمري انسان ولا حتى يقول الله يرحمه. المهم تمشوا على قياسكم. حريرة كركوبة ديال المطيشة تجيش كركوبات راه تجي زوينة. عاش الملك، مالنا حنا لما كليناش مطيشة غنموتوا. مالين بكري كانوا عزة العود والمحراش وبراد ديال اتاي والقهوة مسكينة الشم ديال العطور والحريرة كيف ما جات وعادي. ياك با يوسف التحضيرات ما لايقاش بنادم يتمشى على قياسه. حنا هاكا نصيحة، اللي عدو الله يزيدو واللي ما عدوش الله يجيب ليه الرزق. وبا يوسف البحيري خونا وصديقنا، عاش الملك. من ورا العيد انا عدو والعم ورا داير العرس. هاي راه ما كاين عاد تيران في البحيرات، عاد تيران العجلة ما دايرين وكلشي زين. المهم الخضره اليوم عندنا ان شاء الله بعدا على قد الحال 50 50 من الحاجه الا مطيشه حمرت الحنوك. قال لك بليتات الله يحفظك. المثال ديال المطيشه اللي كيقولوا ليه بدات من نبات خضوره ومن الذهب صفوره ومن الدم حموره. هي مطيشه حمرت الحنوك اللي كبر لها الشان هاي ما بقاتش كتخرج لبرا غير في الخاص، راه منعوها. المهم مرحبا بكم ان شاء الله باش غادي ندخلوا نتقداو تقديتنا على قد حالنا. ومرحبا بكم كاملين. كل شيء على الكرافس، هاي كل شيء على الكرافس، كل شيء على الكرافس. الورد الورد كل شيء على الكرافس. هنا ربيعات عينيعات، هذا البروج، هذا البروج. شو كيدير؟ تبارك الله على البروج، على البروج الشواري. ايوا هنا باكم العبدي هو جا عاد مول الكرافس تقدر الربيع كريفسات. انا ديال الكرافس نوريهم. بلاتي هنا باكم العبدي هانتوما ان شاء الله كيفاش هو تقديت الخرشف، تقديت الربيع، تقديت كرافس، القرعه، البصله، المهم الخضره كامله كيف ما كتشاهدوا. القرعه كورجيت سلاوي كل شيء. المطيشه دايره 160 يوسف ياك 160 والخضره 50 50 كامله. والحمد لله بعدا النواور هاد السوق الله يسخر مساكن الناس كتغوت كاين الغلا كيف ما كتشاهدوا. ايوا باكم العبدي شاد 120 دراهم، عاش الملك. كاين عا الكرويلة، ما بغينا لا الرونج لا كات كات. هنا دابا ان شاء الله بعد ما تقدينا جمعنا الخضيرة نشدو الكرويلة نمشيو للخيمة نشوفو واش نديرو. مرحبا بكم تبعونا ان شاء الله ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم وعواشكم مبروكة كاملين بالصحة والسلامة بالهنا بالغنى بطول العمر. الله يحفظكم الله يضمنكم الله ييسر امركم كاملين. حنا ان شاء الله على بركه الله شدينا الطريق بعد ما خديت القهوه. ضروري القهوه باكم العبدي الا ما شربهاش ما كاين والو. ما شربتش قهوه ابدا اليوم، ولكن ملي ساليت الخدمه وغادي للخدمه الاخرى ان شاء الله شربت وحده ووحده غادي بها معايا. نتمنى الفيديوهات ينالوا اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حس اودي سد علينا ديك الشقفه درك جينا الكوبي راي ولا شي يقولوا ليها اي حقوق الطبع والنشر. تحيه لخوتنا المغاربه ومرحبا بكم. سي عبد السلام والفنان وبنت خويتي حتى هما يا راه كيسلموا عليكم وكيباركوا لكم العواشر ياكو الناس. ايوا مرحبا بكم، ها انتم سمعتوهم خوتنا المغاربه. حنا دركا غادي ان شاء الله في اتجاه ديال وزو منطقة وزو. انا وانا 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 وعد عد وباه يا باه مولاي عبد الله الولي رحنا جينا نصرف.
مولاي عبد الله ويا نانا ونواني مغر راه عدو تسع شراجل اودي عدو تسع شراجل لا تصدين الحر لا تالشر صفر لا تصدين قبل يا سيدي واللي هو مولا عرج معتم انا 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 وانا 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 وعد عدا وباه يا باه مولاي عبد الله ورحنا جينا نصرف ركبنا لراس عينا ربنا ولينا نصين وقلنا الموسم كاين انا انا مولاي عبد الله ما يا باه مولاي عبد الله الولي رحنا جينا نصرف ايوا حنا وصلنا ان شاء الله الدجاجه هويا كيف ما كتشاهدوا عندنا 30 طياب تقريبا صافي دابا باش نجمعوا لها العطريه ان شاء الله غاسلين الناس حاطين التسقطر ناشفه من الصباح هنا انتم باكم العبدي غادي نعطيكم واحد السر الا كنتم مزروبين ومدروكين دابا انا دابا قريب المغرب وعندي العشاء وجيت من الخدمه ديال الغداء معطل شويه والله القاسم باش نكون واضح معكم العطريه ها ما عندي جوج طنجرات درت العطرية فوق الدجاج مباشرة ستفت الدجاج في الطناجر ودرت فيه العطرية كاملة طحنت الربيع طحنت البصلة الثومة طحنت الحامض السكينجبير رشيته البزار رشيته الخرقنبل ديال رشيته الضامن ديال الزعفران رشيتهم الكبدة القنصة كل شيء درته هنا لأن ملي غادي نهز الدجاج هذاك الشيء الكبدة والقنصة غادي نحيدهم درتهم خضرين هنا شرملت الدجاج وسط الطناجر مباشرة مباشرة شرملت الدجاج ها انتوما يعني دخلت ليه لقامة ها الدجاج دخلت لي لقامه وسط الطنجره زدتو لاصوص صافي وخليته دابا ان شاء الله باش غيطيب هادي الا كنتو مدروكين يعني باش غادي نوض انا نبدا نشرمل في 30 طير ديال الدجاج وانا عندي روطال غادي يعني غنهز واحد الساعه الله ربي شنو بالطير بالطير ولا نص ساعه بالطير بالطير ويلا يلا 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 لا انا كنوريكم حتى الطرق ديال الزربه او تكون عندكم غير طنجره 15 طير 13 طير 12 طير 10 طيور 6 طيور صافي رشوا على العطريه وشرملوها في نفس الماعون وطيبوها دخلوا لها العطريه من الداخل صافي وكتفوها هذه طريقه سريعه وراه ملي غادي يبدا يغلى الدجاج راه ضروري ما هذيك التمرقه غادي تدخل وسط منه داك لاصوص راه حنا غير كنبغوا نزيدوا علينا ديك التمره ديال اننا نبداو نشرملو في اللحم في الدجاج راه طريقته طريقه اللحم كذب عليكم كذاب واخا ترشوه صافي كتدخل وسط منه لقامه بيديكم وكتردوه فوق الفورنو دابا انا غنردو الفورنو يغلى ونشعل الفاخر ان شاء الله وهانتوما معايا وهنا غنشارك معكم واحد الطبله ديالتنا ديال اتاي كيف ما كتشاهدوا برد ديال اتاي شويه الحلوى العسل كونفيتير زيت العود والمخمار والله الا باقي سخون يلا طيبوه وسميتو الخبز ديال سميتو ها انتوما يدي راه باقي مشرملينه نعاسي نصور ونوريكم حتى نردو ان شاء الله الطناجر ونقعد نشرب انا والعيالات اتاي هنا زندنا الفاخر كيف ما كتشاهدوا ديما الكاغط والزيت الكاغط خو عليه شويه ديال الزيت ولا الزيت ديال القليه الا كان عندكم صافي وخلوه حتى يزند ملي غلاو الطناجر ان شاء الله هنا غادي نرجعهم فيه هنا كيف ما كتشاهدوا دابا هانتوما ان شاء الله اللحم انا درت ليه لقامه بسم الله غنقلب وسط هاد المويه هانتوما المويه قلبت التقليبه الاولى حتى لقمته درت ليه العطريه غير فوق الطنجره حتى هو بحال الدجاج عندي غير طنجره وحده ديال اللحم ماشي شي حاجه كثيره ها جبت خوتي ها جبت الفنان بلاتي والفنان روحك فنان ها جبت زيد اخوتي زيد سير معاه شدك الفنان راه هي الكاميرا مال اليوم عاش الملك تبارك الله على خوتنا المغاربه ديما المغرفه ديال التلعود 60 سنتيم او 70 سنتيم كتعاونكم في التقلاب ديال اللحم احسن من داك الشوكه وديك سميتو هنا تعالي الفنان تعالي باش نوريكم الطريقه كيفاش الدجاج شدي ليا الدجاج ها انتم الدجاج كي قلت لكم انا عندي ضيق الوقت درت لي لقامه ها هو كامل القناصي والكبادي مغسولين منقين ماشي شي حاجه كثيره رميتهم من لتحت ندير وغادي نحيدهم اللي غادي يطيب ليا الدجاج بالنسبه للبصله درتها عليه من الساعه والحين كيف ما كتشاهدوا يعني دابا سميتو باش غادي نهز الطنجره من ليدها بحال هكا وغادي نهز البلول بالمغرف ونخوي على داك البصله وعلى داك الدجاج البصله كتهود القاع تما كطيب ملي غنحيد الدجاج عاد غادي نجمع لاصوصات وغادي ندغمرهم الكبده غادي نصفيها بالصفايه ونقطعها المسائل حتى تدغمر ليا صافي نحيدهم
طريقه سهله وناجحه 100% وراني مجربها عده مرات. يعني ديما ملي كيكون عندي ضيق الوقت وكنكون مزروب وروطال وما عنديش الوقت، هذه الطريقه اللي كتنفعني. عوض ما غادي يعني ساعة ديال المدانه اللي غندن نجمع فيها العطريه ونشرمل بالفروج وشويه بشويه عليا، غيكون الدجاج راه غلا او على الاقل. المهم اولا دخلوا الطياب. صافي هانتوما هذه الطريقه ان شاء الله. نسد على الدجاج، دبل ديك البصله واحد شوي، هنا الحيطه تاهما، وتابعونا ان شاء الله حتى نساليو. ومرحبا بكم. هكاك بنيتي، هكاك النعجات، اي هكاك شوفوه القلب مسلم، راه باش تعرفوا الانسان اللي قلبه بيض. اقسم بالله العلي العظيم، الوليدات الصغار الا هزيتوهم ما يبكوش. تربيه او الدراري الصبيان، قران بنتي عامين 3 سنين، النعجات الا كان قلبكم والبهيمات صافي، والله العظيم يعني ما هرعوا ما خافوا ما حتى شي حاجه. عاش الملك الشعب المغربي كامل، من طنجة حتى المعبر القرقرات، ومن صويرة حتى الورزازات. تحية لخوتنا المغاربة، ونشاركوا معكم على العروبية، وشوفوا الدنيا وشوفوا الطبيعة. ما كل خير في محاله، باكم العبدي منكم وليكم، كنفتخر بكم كونكم كتعاطفوا معايا، كتشوفوا لي الفيديوهات، كتبارطاجيهم مع العائلات. كنشكر الناس اللي كيتصلوا بيا من أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، تحيه لكم. كنشكر الناس اللي كيعيطوا عليا نخدم معاهم، ناكل معاهم طرف الخبز انا وهاد الوليات اللي معايا. الله يجازيكم بخير، والله يجعل لكم في الميزان الحسنات، والله يكثر خيركم كاملين، والله يدخل هذا الشهر الفضيل بالصحه والسلامه طول العمر. ها انتم با العجله، امالك وليدي الزعرير بغيتي ترضع عجله نشوف لك كانت كتحلب، غنقلب على سطل نمشي نحلب الفنان باغا اللبن. مرحبا بكم. هنا باكم العبد. كاينش ما احسن من الخدمه في العروبيه. طبيعة البقرة تزوق، النعجة تصيح، الفروج يصيح، يصيح. ايوا هانتوما هنا كي قلت لكم، هانتوما المغيرفة. بسم الله، ها البصيلة هودات، والفنان ابو خويتي أريك الشوكة، الشوكة باش نتقب الدجاج. هاهما تقريبا 30 طير ديال الدجاج وشي 20 كيلو ديال اللحم. خدمت بيترون لارو، بيترون لارو ديال زيت الزيتون، بيترون لارو ديال زيت الزيتون خدمت بها. الدجاج ديما على صدرو، الدجاج ما محلول ما والو، ها كيف ما كتشاهدوا الدجاج ما محلوش. شوف غدا ان شاء الله غادي لنا واحد بريليه كانت فاتمني واحد بنت واحد الاستاذ صاحبي، تحيه لسي نجيب من هنا، نجيب المعلم، كانت العام الاول
طيب كيف العرس ديال بنتو؟ ان شاء الله تيسير الحمد لله، يسر لها ربي الامور. الدوره دايز غاجي عرفان غايجيب لي البوله من الجمعه. كي قلت لكم وتزاد عندها واحد العزري، وغدا ان شاء الله داير لها واحد نقولها واحد اسبوع بيناتهم العائله، بيناتهم عائله الراجل مع عائله البنت، داير واحد اسبوع بيناتهم ان شاء الله. دابا نشارك معكم الاجواء ديالو وتابعونا ان شاء الله حتى نساليو المناسبه ديالنا. وهذه خدمة باكم العبدي، انا راه ما كاينش اللي صفاها ليا العوينات، كاينش اللي صفاها ليا العينين قد هاد الفابور اللي كيضرب ليا على وجهي. وشكرا الاخوات اللي كتقول لي عزيز البس الطابليه، راه ما تخدمش ليا مع هاد العافيه ومع هاد التمر. الطابليه كتبغي الكوزينه، كتبغي شي بلاصه نقيه، كتبغي واش انا كنحنط خنشه ديال الفاخر، كنحنط الطنجره، راه ما يمكنش ليا. واخا تقولوا لي انا الكحل ما كنلبسوش، هذا بلومارين، هذا بلومارين، انا الكحل ما عديش معاه، ما تلقاوش عندي مشوار هو الاخر في حوايجي كحل، وما عنديش مع اللبس الاحمر، توني الاحمر ما كنحملوش بتاتا. الاذواق كتختلف والالوان كتختلف، كل واحد كيلبس اللي بغا. انا الكحل والاحمر ما كنلبسهمش، اعطوني جميع الالوان، الابيض الشريف مخنطر نلبسو، ولكن كيبغي النخوه، كيبغي واحد البلاصه اللي هي تشرف به. اما باش غادي نلبسو هنايا في الغروبيه وانا خدام عا في بالفرينات وبالفاخر، راه ما كنحترمكم وكنحترم الراي ديالكم، وكنتمنىكم حتى نتوما تقدروني وتدخل يعني غير تحلوها بالمنطق، ان راه توني الكوزينه كيليق بواحد المقام ديالو، طابله كوزينه شي حاجه اللي زوينه كذا كذا كذا. ما بالنسبه للغروبيه انتم راه قبلوا عليا، راه حنا لابسين حويجاتنا، راه هاد اللبس اللي كنلبسو راه هو ساوي الثمن، راه ساوي الفلوس، راه ماشي شارينو حنا من ولاقين ولا يعني ماشي غادي يعني غادي نحكر على شي جهه من الجهات، ولكن راه حنا منقين راسنا وخدامين في بلاصه نقيه، وكنحاولوا نشطبوا الرش وننقوا بلاصنا، وهذه هي خدمتنا. الناس المغاربه راه كاملين كيعرفوا هذه المساله، حتى الناس اللي في المدينه راه عندهم العائلات في البوادي كيحضروا المناسبات في البوادي، والله الا الناس كيجيو يجلسوا معنا على التراب، كاين لا بروتوكول لا بخ لا شيكي لا حتى شي حاجه، حطوا لهم ياكلوا حدانا وفرحانين يشوفوا هذا الجو. الناس مشتاقه والله العظيم، الناس مشتاقه وقبلوا علينا وصافي. هادشي اللي كنقول لكم، الطابليه ديال باكم العبدي عاش الملك. هنا الدجاج ان شاء الله انتما كيف ما كتشاهدوا، بسم الله طاب صافي. دابا ان شاء الله باش غادي نحطو فوق الطابله يتسطر واحد شويه وترشوا البردي الجماع وتحط الفرينات ديريكت. هنا كيف ما كتشاهدوا هانتوما الدجاج انا مصلتو كامل، هنا لاصوص ها هويا البقر تعشات عليه العشيه كيقلب على الماكله. كيف ما كتشاهدوا دابا هانتوما المغرب ها هو طاح، يعني دابا غادي يودى المغرب. الحمد لله حنا كلشي ناضي عندنا، دغمير لاصوص هو كيشرب وصافي، راه يعني فصلتو فيه غير القناصي راه كنحيدهم ونقطعهم من بعد نرجعهم تما. هنا دابا الزيتون نفس الطريقة، هذا الزيتون أحمر جابوه لينا، ماشي الزيتون مسلالة، الزيتون أحمر. اتفقت أنا وبنت خويتي والفنان، قلت لهم تعالوا غادي نديروا واحد التجربة غنديروه بحال الزيتون مسلالة. بالفعل حنا لقيناه ما مالحش بزاف، شديناه حيدنا ليه العظم بالموس وكذا، حيدنا ليه كله العظم. دابا إن شاء الله أنا طلعت فيه واحد الغلية الأولى صفيتها باش تحيد منه ديك الصودا وداك لاسيد وداك التخربيق اللي كيديروا فيه، وعاودته في السلقه الثانيه ان شاء الله باش ندوق الملوحيه ديالتهم اللي غادا تنقص. غادي ندير ليه سميتو لاصوص ديال الدجاج كيف كندير في الزيتون البلدي ديال الدار، لاصوص ديال الدجاج واحد الطوبه ديال السكر وشويه ديال زيت الزيتون، وكنخليه كيتشحر على نار مهيله، وملي كنقدم الطبق ديالي ديال الدجاج كنحطه فوق منه، كيجي اكثر من رائع. جربوه وردوا عليا الخبر، راه طريقه سهله وناجحه 100%. ها هو الزيتون الاحمر، يعني الاغلبيه حنا نتامل راسي وجبد انا كنرشو، يعني اغلب الاوقات او اغلب الحالات كنرشو كيكون ما عنديش الوقت ولا شي حاجه. المهم تعاوننا عليه انا والدريات بجوج، ها هو كيف ما كتشاهدوا الغليه هي طالعه ثانيه، غير كتطلع الغليه ما كنخليهش يطيب باش ما يبقاش يشرب ديك الملحه ديالته. صافي وغادي ندير ليه لاصوص من الطنجره ديال الدجاج، الدجاج راه طاب سيتحمر تحت الفرينات كيف العاده، اللحم تا هو راه يعني قرصوا الطياب راه دخلوا الطياب، الطلبه راه ما سيشربوا في اتاي.
سيجمعوا الناس سيرين كيجيو للصدقه غير بالليل، وتابعونا ان شاء الله. هنا انتما كيف ما كتشاهدوا درت ليه بالضبط، باش نكون واضح معكم، غليته ثلاثه المرات، غير كتطلع ديك الغليه كتجالب كنصفيه، يعني ما كنخليش كي قلت لكم يطيب، عاودته المره الثانيه، عاودته المره الثالثه. دابا هزيت لي داك لاصوص ديال الدجاج اللي هو طافي كيف ما كتشاهدوا، ودرت فيه واحد الطويبه ديال السكر. هذه الطريقه ديال مالين بكري، وكانت ناجحه ملي كانوا واحد عمت اش غنقول لكم، عمت با الله يرحمه، الله يرحمها والله يرحمه، عمت با بكري كان جدي الله يرحمه كان الناس الاولين مولوعين بالخيل ومولوعين بالتبوريضه ومولوعين بالضيافات ومولوعين يعني بالتكبيره كنقولوا حنا، وكان يجوا عندو الصربات ديال الخيل والضيافات، والله العظيم كيعاودوا يعني كتعاود جدايا الحكايات كتداول من واحد لواحد وكتبقى. قالت لهم الا كانت كتقلع وكان ديك الساعه ماشي بحال نقولوا دابا الخير موجود، بكري راه كان شويه البركه الناس عايشين، ولكن الحمد لله بخير وعلى خير، كانت لهم الصدق والنيه والصفا. قالت لهم كتقلع الزيتون الا جا الضيف عزيز، تقلع الزيتون من الشجره وتعسلو الزيتون، لان كيكون باقي مر حامض ما مرقد ما والو، والطرق ديالتهم الناس بدائيين ولكن كانت عندهم طرق اللي هي اكثر من رائعه، وكانوا كيسلكوا الضيف باش ما عطله. وهانتوما هي هذه الطريقه، وبقات عندنا حنا هنا كاينه في منطقه عبده بزاف عندنا هذه المنطقه، هذه الطريقه ديال الزيتون المعسل، وهي كتمشي مع الزيتون البلدي ديال الدار، سيرتو الزيتون البلدي. انا كندير حتى في الزيتون الاخضر، ندير هذا اول مره، اول مره، اول مره غادي نجربها بالزيتون احمر مشري، وهاي ناجحه الحمد لله، هو ولا بحال ديال الدار، هو ما تكمش ما والو، لان ملي كنسلقوه كيتكمش الا كان بالعلفه، دابا ملي حيدنا ليه العلفه سبحان الله العظيم ما تكمش، صافي كنقص عليه البوطه وكنخليه بحكايه يمشي ويجي مزيان، صافي هادشي اللي كاين. دابا علينا اللحم طاب، الدجاج طاب، ما بقى لنا غير ان شاء الله نتلاقاو في طبق التقديم. الدغمير ها هي يا صافي حيدناها، دغمير تباكم العبدي، ها دوك القشيوشات كيبقاو باينين ها همايا، وفي نفس الوقت كنزلوها كتطلق لي دم ديالها، صافي كنطفو عليها. وقبلوا على باكم العبدي فين ما كان وفين ما مشى، حنا كنوروكم غير الطرق كي قلت لكم ديال الطياب، وكنوروكم الاسرار والخبايا. انسان باش يسلك راسو الى وقع في واحد المازق، عندك الزيتون بلدي في الدار وباقي فيه المرور، حنا وريناك الطريقه ديالته باش غادي تصوبها او غادي تصوبها، راه والله القسم جربوها وردوا عليا الاخبار، راه ناجحه عدي مليون في الميه، ماشي غير في الميه، هذه كانت كيديروها جدودنا الاولين وكانوا يديروها مواتنا وتعلمناها عليهم، انا باقي ما عدي لا حص طياب لا والو. هذيك الساعه انا الطياب راه ما بديتو حتى يعني هادشي تاع العراسات قبل، كراهنا كتخدم قلت لكم في مع امير من الامراء السعوديين، ولكن طياب الطبخ التقليدي البلدي ما دخلت المغرب انا في 2003 تقريبا، بديتو في هذيك الفتره كانت عندنا مناسبه في العائله تما فين بديتو، وكانوا الناس كيديروا الزيتون ديال الدار، ما كان كاع هذا المشري، ما كانش باد عليه الناس هاد الشيء المشري، يلاه ولينا فقنا ليه، هذا زيتون كذا، هذا زيتون كذا، الانواع ديال الزيتون، ولكن راه سيدهم وثمن عيدهم هو الزيتون اللي كيترقد بلدي ديال الدار، راه كله زيتون، ولكن كتعرف اشنو كليتي واشنو غادي توكل لوليداتك واش غتوكل حتى الناس، وصحي وصحي والله القسم الا صحي. جربوا هالطرق ديالي كيفاش كنقول لكم، الا كنتو زربانين جاكم ضيف الغفله، جاكم يعني عندكم بزاف الحوايج تحطوا في واحد المازيق مثلا ما لقيتوش طيابه، قلبتوا كتجي في واحد الفرصه مثلا في المناسبات الاعياد ولا في العطل ولا كذا، الناس راه كتقلب على الطيابه بالريق الناشف، حنا مغاربه راه كنعرفوا هذا الشيء وما كتلقاهاش. انا اليوم اقسم بالله العلي العظيم الى اليوم جاوني جوج الخدمات، ولكن انا خدام، خدام جوج الخدمات، خدمت واحد الغدا وهاني خدام عند ناس اخرين في العشاء، وليت كنعيط انا الناس اخرين باش الدجاج ما لقاوش اللي يغسلوا ليهم. كاينين بعض الناس كيبغوا مثلا كيجيبوا عيالات كيخلصوهم باش يغسلوا لهم الدجاج، الناس راه كي كنقول لكم حنا كنساعدوا بعضياتنا، شي كيساعد شي، الله سخر شي على شي باش ناكلوا طبق الخبز كاملين، فهذا هو اللي كاين.
وتابعونا ان شاء الله. دابا ان شاء الله ما بقى طبق التقديم، الدراري راه بداو يخرجوا في المعينات ديال الكيسان، الطلبه راه سيزهروا سيقراو، ومرحبا بكم. ايوا دابا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال الدجاج ديالنا كيف ما كتشاهدوا، ديال الخفان الزربان ديال يعني ديال الدقيقه 90. شوفوا كيفاش داير، محمر مقاد ناضي، ها والله العظيم. والطريقه ديال الزيتون راه حنا ذقناه، اقسم بالله العلي العظيم الا طلع واعر. الزيتون احمر كنحيدوا ليه العلفه وكنشرملوه بالاقامه بي يعني نعطوه داك لاصوص ديال الدجاج موجوده عبد الحق، بالسكر معسل والله العظيم الا واعر. الله يحفظك، الله يحفظك السي عبد الحق، الله يجعلها صدقه الله خويا، الله يجعلها صدقه الله. عبش هنا دابا ان شاء الله بعد ما حطينا الدجاج غادي نحطوا اللحم ان شاء الله. حطينا 4 طوابل للرجاله و3 للعيالات، هي 7. حطينا لهم يعني مباشره، سبقنا الرجاله من وراء مباشره حطينا الدجاج. دابا ان شاء الله باش غادي نحط كل شيء قد قد. ها انتم كيف ما كتشاهدوا 7 طوابلات هما اللي عندنا، 4 للرجال، 2 للعيالات، وحده للوليدات الصغار. حتى هما كنحطوا لهم، كنخليهم شبلاش بحالهم بحال الناس، تما غيكبروا ان شاء الله وغنفرحوا بهم وبوليداتكم. وتحيه لخوتنا المغاربه كاملين، باكم العبدي الحجره عدو بدات كتعيا مع العظيم. هنا الشكل النهائي ديال اللحم ديالنا بالبرقوق كيف ما كتشاهدوا، ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله في قناه الطبخ مع عزيز العبدي.